لا احنا بس الخبر سمعناه احنا بالجرائد الرسميه، ما كنا سامعين شيء رسمي من من شركه ارابتك نفسها. اول 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 شيء رسمي بنسمعه اليوم كان من شركه ارابتك، ولربما يعني احنا الخلاف اعتقادي هي خلاف اجراءات لا اكثر، لا يعني لا نريد تضخيم الامور كثيرا. يعني الواضح القرار ارابتك كان او افصاح ارابتك انه لا يوجد اي قرارات، فارابتك كانها تعلق على ما تم ذكره بالصحف الرسميه بالصحف الاماراتيه. نعم. فسوق دبي المالي باعتقادي ايقافها لانه يريد خبر او افصاح اكثر توضيحا، انه يريد هل هناك اي عمليات استحواذ او لا. خبر ارابتك او افصاح ارابتك كان انه لم يتم هناك اي قرارات، فباعتقادي هي اجراءات شكليه فقط لا اكثر. ولا استبعد انه راح نرجع نشوف السهم يرجع لتداولات مره اخرى، لا سيما انه احنا الاغلاق تم مش مع بدايه الجلسه، يعني في هناك تقريبا 140 الف سهم تم تنفيذهم على سهم ارابتك ومن ثم تم الاغلاق، فباعتقادي هي يعني مشكله اجراءات وممكن في اي لحظه. لكن الايضاح حسام، يعني هل هو كافي من ارابتك من وجهه نظرك يعني للسوق الماليه؟ هل كان شفاف بالكفاية لعودة السهم للتداول؟ اوكي، هلا احنا انا بالنسبه لي لا، طبعا احنا دائما بنحب اكبر قدر ممكن من الافصاحات والتوضيحات، ولكن لا الظاهر انا رايي الشخصي وتحليلي الشخصي انه خبر افصاح ربطك جاء ردا على ما تم ايراده بالصحف الرسميه، ولم يتم يعني ما اعتقد انه كانت هناك رساله سابقه من سوق دبي الى ربطك رساله واضحه لكي تقوم ربطك بالرد عليها بالوضوح. فعليه اليوم توقيف السهم على التداول جاء من اجل اسئله واضحه لربما من سوق دبي المالي، وتريد اجوبه على تلك الاسئله من سهم ارابتك، وبمجرد ان يحصل سوق دبي المالي على هذه الاجوبه باعتقادي السهم ممكن يرجع التداولات، ممكن نشوف هذا الحكي يعني خلال جلسه اليوم. طيب.